الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نبلش بحساب الفترة الزمنية 2. المطلوب منا بحساب الفترة الزمنية 2 إني أحسب الفترة الزمنية في الأيام والأسابيع والشهور. أول إشي بدنا نتعرف معلومات عامة، يعني إنه اليوم هو يساوي 24 ساعة. هاي ما رح أستخدمها، رح أستخدم إنه الأسبوع يساوي 7 أيام، وإنه الشهر فيه 30 يوم، وفي أشهر فيها 31 يوم، وفي عنا شهر 2 هو عبارة عن 28 يوم، ولكن كل 4 سنين بيجي 29 يوم. زي السنة يعني زي شهر 2 اللي أجى السنة هاي كان عبارة عن 29 يوم. فرح نتعلم اليوم إن شاء الله كيف أحسب الفترة الزمنية بالأيام بين الأسابيع وبين التواريخ. هلأ بس بدي أحكي لك شغلة، إنه أنا اليوم يعني أو بكتابك استخدم لك هو التقويم. التقويم هو عبارة عن يعني زي هيك بيكون مقسم أيام، السبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة، وبكون موجود يعني أرقام من واحد لحسب عدد أيام الشهر. يعني مثلا إنه شهر 5 بتكون من 31 يوم، مثلا شهر تموز أيضا بتكون من 30 يوم، مثلا حزيران 30 يوم، حسب الشهر اللي أنا بتعامل فيه قديش بتكون من أيام. كيف بدي أحسب إن شاء الله اليوم فترة زمنية بين أي يوم بختار لي إياه من نفس الشهر أو حتى من أشهر من شهر لشهر. طب مثلا اليوم حكيت لك بدنا نحسب الفترة الزمنية مثلا لتنين الشهر، مثلا لستة وعشرين الشهر. يلا أجا حكالي كم من يوم بين اليوم تنين الشهر اللي كان يصادف يوم أربعاء لستة وعشرين الشهر اللي كان يصادف يوم الأحد. في طريقتين لأحسب فيهم الأيام. الطريقة الأولى بحكي لك بسيطة، إنه أبلش أعد كل الأيام عبال ما أصل لستة وعشرين، أو الطريقة الثانية إني أنا أحسب أسابيع وبعدين أتحول الأسابيع لأيام لأصل لليوم اللي أنا بدي إياه. هلأ بس دائما 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 أنا ما بحسب اليوم الأول أصلا، هو كتب لك إياه بكتابك إنه لا يحسب اليوم الأول في الفترة الزمنية. معناته أنا ما ببلش من التنين، كأنه التنين مش موجود، حبلش من يوم الثلاثة. الطريقة الأولى إني أبلش أعد، هي واحد، هي اثنين، هي ثلاثة، هي أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، لأصل للستة وعشرين، معناته 24 يوم. نرجع نعيد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، معناته 24 يوم. طريقة ثانية انه انا احسبها بالاسابيع. كيف احسبها بالاسابيع؟ تفرج علي مس. بحكي لك انه انا مش بدي اياه يوم الاثنين الشهر يكون يوم الاربعاء. كل رقم بنزله عمودي، يعني بنزله تحت على طول، بكون لي اسبوع. يعني من الاثنين للتسعة أسبوع، من التسعة للستاش أسبوع، من الستاش لتلاتة وعشرين أسبوع، من التلاتة وعشرين للتلاتين أسبوع. كل ما أنزل تحت الرقم اللي أنا بدي إياه بمشي أسبوع واحد. يعني من التنين للتسعة هي أسبوع، من التسعة للستاش هي أسبوعين، من الستاش للتلاتة وعشرين هي ثلاث أسابيع. معناته أنا بما أنه بدو ستة وعشرين رح أوقف عند مين؟ عند التلاتة وعشرين. كم أسبوع صرت مارق؟ هي واحد، اثنين، ثلاثة، معناته صرت مارق ثلاث أسابيع. بمشي هلأ بمشي أفقي، كم من يوم ضل أصل لستة وعشرين؟ واحد، اثنين، ثلاثة، إذن وثلاث أيام. هلأ من هون بدنا نعرف معلومة، إنه أنا الثلاث أسابيع إذا كل أسبوع، إن الواحد أسبوع في سبع أيام، معناته أنا رح أجي أضرب ثلاثة ضرب سبعة بعطيني واحد وعشرين يوم. بجمع 21 يوم زائد 3 أيام بعطيني 24 يوم. نطلع معي 24 يوم ولا ما طلع معي 24 يوم؟ طلع معي. هلأ أنا ليش مضطرة أنه بدي أعرف الطريقتين؟ لأنه رح يجي يطلب مني أحسبه بالأيام فقط، وأحسبه بالأيام بكفي أني أعد. طبعا ما بحسب اليوم الأول لا يحسب، بكفي أعد لأصل للستة وعشرين،
والطريقة الثانية اللي طلب مني إنه لازم أنا أحسبها بالأيام والأسابيع، يعني أشوف أنا كم من أسبوع مرقت وكم من يوم. يعني لما يجي يحكي لي بدي أحسبها بالأيام والأسابيع، أحكي له أنا مريت 3 أسابيع وثلاث أيام عبال ما أصل ل26 يوم. طب كمان مثال، طبعا بس التنويه، هو أيار، هو شهر خمسة. طيب كمان مثال، مثلا أعطاني آب شهر آب، آب هو عبارة عن شهر 8. برضو أعطاني تقويم سبت أحد خميس، سبت جمعة خميس أربعة ثلاثة اثنين أحد، أعطاني 1 2 3 4. بلش عنا الشهر 8 كان أول يوم إله يوم الخميس، هو طلب مني أحسب لا من 5 الشهر ل30 الشهر. برضو بطريقتين، يا بمشي بعدي الأيام واليوم الأول لا يحسب، يعني رح أبلش من 6، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 يوم، أو بمشي يمس بطريقة الأسابيع. بتفرج أول بلشنا من شهر 5، كل رقم تحته أسبوع، كل رقم تحته أسبوع، يعني 12 الشهر أسبوع، 19 أسبوع، 26 أسبوع، كم أسبوع أنا وصلت. طبعا أنا بوصل لوين؟ بوصل لعند الخط أو اليوم اللي هو وصل لي، يعني هو بده 30، وين 30 أقرب شيء عليها لما أنزل عمود 26، يعني أكيد مش هوقف عند 19 سبعيدة عن 30، رح أوقف لحد ما هو طالب مني 1 2 3. برضو طلع معي 3 أسابيع. أفقي كم من يوم؟ من 26 بدي أحسب للـ30، هي 1 هي 2 هي 3 هي 4 أيام، معناته 3 أسابيع و4 أيام إذا طلب مني بالأسابيع والأربع أيام. بدي أتأكد حلي الثلاث أسابيع هي عبارة عن 3 ضرب 7، معناته 21 بزائد الأربع أيام بعطيني 25 يوم. طيب هلأ آجي كمان مثال. إحنا بشهر نيسان، نيسان هو شهر يامس 4. اليوم بلش عنا شهر نيسان، بلش شهر نيسان يوم الأربعاء كان 1/4 يوم الأربعاء، 1/4 كان يوم الأربعاء. أجا حكالي احسب الفترة الزمنية بين 1/4 و25/4، برضو في طريقتين، يا بقدر بحسب بالأرقام وبجمعهم إذا طلب مني بس الفترة الزمنية بالأيام، أما إذا طلب مني الفترة الزمنية بالأيام والأسابيع لا بدي أضطر أمشي أسابيع، يعني بدي أمشي بالأيام. طبعا نرجع ونذكر اليوم الأول لا يحسب، معناته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 يوم. تمام يلا هلأ بدي أمشي بالأسابيع عشان أتأكد كم من أسبوع وكم من يوم. قلنا لك كل رقم أسبوع، معناته 8 أول أسبوع، 15 تاني أسبوع، 22 ثالث أسبوع، و 29 رابع أسبوع. هلأ أنا ليش مش رح أكمل لل 29؟ لأنه هو واصل 25، هي على نفس الخط، معناته بس رح أصل بالأسابيع لل 22. هي أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع، هم صدفت كلياتهم أنه أنا عاملهم 3 أسابيع. 3 أسابيع بدي أمشي أفقي لأصل لل 25، أنا وقفت عندي 22، معناته 1 2 و 3 أيام. عشان أتأكد الثلاث أسابيع هي عبارة عن 21 يوم، 21 يوم زائد 3 ويساوي 24 يوم، فبطلع معانا 24 يوم على الحالتين. هلا أنا بدي إياك تجرب أنت بالبيت لحالك تحدي 1 صفحة 52، طالب منا برضو بدي أحسب الفترة الزمنية لشهر آب وشهر حزيران، بتحسبها بده بالأيام، يعني ما في داعي يعني نتطرق للأسابيع، بكفي إنك تعد عشان تطلع لي إياهم. أنتم سالمين.